خبر كارثي نزل على العائلة كالصاعقة، لأنه ولا في الخيال، خبر صدمة كبيرة، ألم كبير، أنه شاب في ريعان الشباب ديالو يتابع دراسته في كلية العلوم التطبيقية بطنجة، بعد انقطاع الخبر ديال العائلة يوم الجمعة. يوم الجمعة الوالدة ديالو كتصل به، هي تتصل ما كاين حتى حاجة، حتى جواب. الاب ديالو اتصل كذلك بمسؤول على العماره الكونسييرج ومسؤول السنديك، قالوا ما كاينش. السبت في الصباح ياو اتصلوا به كذلك ما كاينش، ما كان على الاب ديالو والام ديالو الا الحضور الى مدينه طنجه، حيث كان في المنزل ديالهم كيتابع الدراسه بوحدو. ومع 12 وصلوا فتحوا الباب، ومني كيفتحوا الباب كيلقاو الصدمه اللي ما يمكنش تخيلها بتاتا، ما يمكنش تخيلها. تصور تفتح الباب تلقى ولدك مذبوح مقتول في الدماء، جريمة بشعة، جريمة نكراء. أنور كيفاش كان أنور؟ أنور رجع نقول لك شاب كل شيء كيشكر فيه، شاب مفعوم بالحرية، ما يحب الحياة، شاب في حال الشباب ديال اليوم، عاشق للرياضة، عاشق للتدريب. الشباب ديال اليوم، الجنازة ديال اليوم والحضور ديال مئات ديال الشباب كيبين بأن لا كيفاش كانت العلاقه ديالو مع الاصدقاء ديالو ككامل الشباب. ونقولوا زعما شي بليا، ديك البليا الخايبه ديال الشراب والحشيش ولا شي حاجه، ما كاينش. الرياضه والدراسه ديالو، هو ابن ديال اسره التعليم، الاب ديالو رجل تعليم، والام ديالو استاذه، هي ديال المراه ديال التعليم. احسن التربيه هو البكر ديال العائله، دي عائله اللي كتكون من اربعه ديال الاب. لا ما جبروش التليفون، التليفون مسروق، هو التليفون والبيسي بورتابل ما كاينش. هو اللي كاين الوالده ديالو نهار الجمعه مني عيا اتصل به في 6 العشيه، عيا اتصل به ما لقاتوش، ما كيجاوبهاش. دخلت الحسابات ديالو الفيسبوك والمواقع، لقات الحسابات ما كاينينش، مشاو تمسحوا ديك الشيء، واش تبيراطا وتمسحوا ولا كذا. تما هذيك هي اللي زادت الام ديالو، زادتها عاوتاني كاين شي حاجه، وقلب الام لا يكذب، لا يكذب، لان ما كاينش هذا الشيء. جريمه قتل بشعه، جريمه قتل مع كامل الاسف الوطن، مع كامل الاسف. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.